السلام عليكم. طيب كلمنا كده عن النهارده. بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم عشان الدخول بس. الف مبروك على العضويه. عشان الدكتور عمرو عايزك الاول. الف مبروك على العضويه. الف مبروك. دي واحده يا دكتور عمرو، حتى تساعد الوزير. كلمنا النهارده عن فرحتك كده بعد تلبيه الطلب الجميل ده. عارف الحمد لله على كل شيء. كنت متوقع الاستجابه السريعه دي؟ كنت متوقع. انا يا جماعه متوقع الزمالك والاهلي كام كان؟ ان شاء الله الزمالك يكسب. اشمعنى الزمالك يكسب بقى؟ انت يعني ابن الكيان ده ولا ايه؟ تحب تقول النهارده لعبت الزمالك النهارده؟ ربنا معاك. انضمامك للكيان الابيض. ربنا معاكم النهارده في ماتش التغيير الكيس على 3 نقط ان شاء الله، وان شاء الله هنكسب ان شاء الله. وجه كلمه بقى للنهارده كابتن حسين نبي. شكرا لحضرتك على الاستجابه السريعه. طب وجماهير نادي الزمالك؟ انا واحد من جمهور نادي الزمالك، متربي معاهم في الثالثه يمين. قول بقى كلمه لسياده الرئيس، وكنت متوقع ان هو يلبي النداء على طول ويقول لك العربيه كلها وراك كده ولا ايه؟ كنت متوقع. شكرا لحضرتك يا فخامه الرئيس، ربنا يخليك لينا ويخليك لمصر. شكرا. شكرا يا عبد الرحمن، ليك وبالتوفيق.